السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو لهذا اليوم أيضا راح نحاول أن يكون فيديو قصير قدر الإمكان و exact to the point، والنقطة اللي إحنا نحاول أنه نبينها ونناقشها اليوم بهذا الفيديو هي كيفية إيجاد العمق الفعال، عفوا عمق الـ compression zone C لبيم معروف الخصائص باستخدام طريقة الـ exact method اللي سميناها سابقا. فراح نراجع المثال اللي استعملناه بالفيديو السابق، والمثال هذا هو لبيم مستطيل الشكل ومعروف عندنا الأبعاد إله قيمة بي معطات وقيمة دي معطات مثل ما تشوفون إحنا هنا. كذلك من المعروف قيمة أي إس و F برايم سي و F واي اللي من عندها راح نقدر نطلع قيمة البيتا 1، ومعروف عندنا بالكود قيمة إبسلون سي يو اللي هو الألتيميت كومبريشن سترين للكونكريت وهي 12.003، ومعروف ايضا قيمة ES المودولس اوف الاستيسيتي للستيل اللي هي 200 جيجا باسكال، ونقدر من عندها نستخرج قيمة اليلد سترين للستيل. اوكي، المطلوب انه نجد الفايند ديبث اوف ذا كومبريشن زون سي. بالفيديو السابق استخدمنا طريقة الايتريشن ميثود، وبالايتريشن ميثود بعدة محاولات قدرنا انه نستخرج قيمة C تساوي 271، وقلنا انه هذا يعني تقريبا هو حل مثالي. قيمة الكمبريشن ماينس تنشن تقريبا تساوي صفر، وهذه دقة مقبولة. الآن إذا نريد نستخدم الإكزاكت ميثود وحتى نتذكر شنو هي الإكزاكت ميثود، فراح نرجع نشوف الاشتقاق مالتها هنا. الاشتقاق مال الإكزاكت ميثود هي اللي تشوفوه على يمينكم هنا، وهو مبني بالأساس على معادلة الـ equilibrium، انه الـ summation of forces is equal to zero. من عندها قدرنا نطلع المعادلة هذه، معادلة من الدرجة الثانية. إذا حلينا هذه المعادلة راح نجد قيمة C، فنحتاج انه نعرف قيمة capital A capital B capital C، ونستخدم معادلة اللي نستخدمها لحل الـ quadratic equation، المعادلة من الدرجة الثانية، ومن عندها نقدر نجد قيمة C. فقيمة A هي هذه اللي تشوفوها قدامكم هسه، A يساوي 0.85 في F' C في B في Beta 1، وتساوي لنا طلع لنا فد رقم. أنا راح أعرف وحداته بما أنه هي عبارة عن وحدات ستريس مضروبة في وحدات طول، فراح تكون بالنتيجة هي عبارة عن كيلو نيوتن على مليمتر. اوكي، A is equal to 0.85 F' C B beta 1، واللي هي نفسها هذه المعادلة هنا. طيب بعد لازم نطلع قيمة B capital B واللي هي يساوي لنا AS multiplied by ES multiplied by epsilon CU. B sorry AS multiplied by ES times epsilon CU، وهذا يساوي لنا خلي وحدات قوة بالكيلو نيوتن حتى نوحد الوحدات عندنا، وخلينا نظهر هذه بطريقة الديسيمال. اوكي ممكن انه تاخذ اوكي لحد 3 ديسيمال، ذاتس فاين. وقالنا انه نطلع قيمة كابيتال C المعامل الثالث، أو هو الحد المطلق بالمعادلة مالتنا، واللي هو عبارة عن سالب AS multiplied by ES multiplied by epsilon CU multiplied by D minus AS times ES times epsilon CU times D، والنتيجة هي عبارة عن وحدات مساحة مضروبة في وحدات ستريس مضروبة في وحدات طول، فالنتيجة راح يكون عندنا اعتقد كيلو نيوتن مليمتر. صارت عندنا هذه قيمة كابيتال سي. الآن خلي نجد طبق المعادلة مالتنا ونجد قيمة سي، تساوي لنا ماينس بي زائد square root of b
مرفوع على القوانين minus 4 4 times a times c مقسوم على 2a يساوينا المليمتر 270.569 مليمتر، واللي هي نفسها تقريبا قيمة سي هنا. إذا نقربها لحد أقرب رقم صحيح decimals، لحد أقرب رقم صحيح 271 مليمتر، واللي هي نفسها اللي وجدناها بالطريقة السابقة، طريقة الايتريشن ميثود. معناها أنه الطريقة اللي استخدمناها طريقة صحيحة 100%. وهذا راح يكون نهاية الفيديو مالتنا. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ومع السلامة.